water and carbon dioxide in air. في عندي مصادر أخرى للمي والكربون دكسيد الموجودة في الهواء. هسه احنا حكينا انه الووتر، اوكي حكينا من وين بيجي، تمام، والكربون دكسيد حكينا برضو من وين بيجي، تمام. طب في مصادر اخرى بيجي منها الووتر والكربون دكسيد؟ يس، اوكي. sun heat evaporates water in oceans, seas, rivers and lakes. أشعة الشمس بتبخر المي الموجودة في الأوشنز والسيز إلى آخره، تمام. هذا بالنسبة للووتر. طب بالنسبة للكربون دايكسايد، من وين كمان ممكن يجي غير من الكائنات الحية عن طريق الريسبيريشن؟ بحكي لي ممكن إنه يجي من الكول والغاسولين and الوود لما أوكي لما يشتعلوا، تمام. الكول اللي هو الفحم، الغازولين اللي هو البنزين او الكاز، اند وود اللي هو الخشب. هدول لما يشتعلوا ايش بصير فيهم؟ ايش بينتج من عملية الاحتراق؟ بينتج من عملية الاحتراق كربون دايوكسيد، تمام. اوكي، وهيك بنكون خلصنا درسنا، اند جود لك.